الراديو 90 هواها مصر. ايه رايكم نبدا على طول بجمله بنسمعها كتير وهي زي ما قلت لكم هتكون عن حمام الكريم. ناس كتيره تقول ايه، سيبي حمام الكريم على شعرك اطول فتره ممكنه عشان يفيد شعرك حتى نامي بيه. طبعا الجمله دي بنسمعها كتير جدا من واحنا صغيرين، وكتير جدا مننا يا ستات ويا بنات ماشيين عليها لحد النهارده. نحط حمام الكريم كده نبقى مستخسرين نغسله، نقول ايه ما ننام بيه عشان يفيد شعرنا. ده غلط تماما. ما هو لو المفروض يتساب على شعرنا طول الليل ما كانوا كتبوا على العبوه، سواء كان حمام كريم او حمام زيت. اوكي، طب ليه بيكتبوا على العبوات لا سيبوه 20 دقيقه 30 دقيقه؟ لان هي دي المده الكافيه. ممكن لو مكتوب مثلا 20 دقيقه وقعدنا نص ساعه 40 دقيقه ماشي، لكن نقعد بيه اكتر من كده غلط. غلط لانه ممكن يسبب مشاكل. احنا عايزين نعمل حاجه كويسه يسبب لنا مشاكل، يعمل لنا حاجه مش كويسه يضرنا. ايه اللي ممكن يعمله؟ اول حاجه خالص لو حمام كريم او زيت بالذات ممكن يسد مسام فروه الراس فيأذي الشعر والفروه، ممكن يجيب حساسيه في الفروه ما احنا نايمين بيه. كون اللي حمام الكريم او حمام الزيت ينشف على شعرنا وهو مش مخصص لحاجه زي كده ممكن يأذي الشعرايه ذات نفسها. وعارفين حاجة كمان، ممكن يأذي البشرة، لأن أنا دلوقتي لو نايمة بحمام كريم أو حمام زيت، أوكي، وحتى لو حاطة شعري معرفش بقى في إشارب ولا بونيه ونايمة بيه، ما هو ممكن يخش على بشرتي، ممكن يجي على المخدة، فممكن يأذي حتى بشرتي. فأرجوكوا يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها إن أنا أسيب حمام الكريم أو الزيت على شعري أطول فترة ممكنة. هو بيبقى مكتوب على العبوة 20 دقيقة 30 دقيقة، خلاص أخذ الإفادة. وزي ما دايما بقول لكم، حاجة مفيدة، أي حاجة مفيدة في الدنيا لو بنزود فيها بتجيب نتائج عكسية. فأرجوكوا حمام كريم، وصفة طبيعية، حمام زيت، whatever، اقروا على العبوة، أو لو الوصفة لازم نشوف اللي عامل الوصفة يدينا نقعد بيها قد إيه ونشرب شعرنا على طول. لكن كنا ننام بيه ونقعد بيه يومين والحاجات الغريبة اللي أنا بشوفها بعينيا، صدقوني غلط وغلط تماما. ايه رأيكم نسمع أغنية ولسه مكملين وجمالك في إيد أمينة؟